السبت كتير. قلنا ان اقوى فرق بين السبت بتاع السرايتس والمالايتس الباك اكتف والباسيف. تاني ديفرنشال دايجنوزيس قوي جدا للاكيوتوماتوجينس اوستومالايتس الاون تيومر. ده تاني ديفرنشال دايجنوزيس للاكيوتوماتوجينس اوستومالايتس. سوري جايب زي ورم يبقى ديفرنشال دايجنوزيس للتهاب. سوري الورم ده معاه برا مريجنال سندروم فبيعمل فيفر جنبه. تاني حاجه هو الاوستومالايتس في الاطفال والايوينج في الاطفال. يعني بالبلدي اللي عنده اوستومالايتس وعنده ايو او عنده ايوينج هو طفل صغير سخن فحم. طب والايوينج مرض في العظم والاوستومالايتس ورم في العظم مرض في العظم. يعني هو طفل صغير عنده مرض في العظم وسخن فحم فهو ديفرنشال دايجنوز قوي جدا. بس الايوينج ساركوما في نص العظم والاوستومالايتس في اطراف العظم. من على فده تاني ديفرنشال دايجنوزيس قوي قوي. خلي بالكو اقوى ديفرنشال دايجنوزيس في السيبتك ارثرايتس فاهمين. وده الامسكيوهايا ده يعني دايما الامسكيوهايا زي تفرق بين اكيوتوماتوجينس اوستومالايتس وسيبتك ارثرايتس. تاني ديفرنشال دايجنوزيس قوي جدا يوم الساركوما. تاني ديفرنشال دايجنوزيس السيريلايتس. السيريلايتس بتبقى بعيده شويه عن اوستومالايتس لان السيريلايتس مرض في السبكوتينوس ليشن فاهمين ولا لا. فلا العظمه بتوجع ولا الجوينت بيرشح فاهمين. السؤال الجاي طب هو العيان اللي عنده اكيوت هيماتوجينوس اوستومالايتس ده المرض خطير قوي نحسها منين؟ حسام العلاج يعني اكتر حاجه تحسسك قد ايه المرض ده خطير الاجريشن بتاعنا. يعني بقول لك في العلاج اول حاجه هوسبيتاليزيشن. هو احنا امتى بندخل على المستشفى؟ لما تكون حالته يعني مستهلك كده. تاني حاجه يقول لك ثلاث اسابيع بارنترال انتيبيوت وثلاث اسابيع اورال انتيبيوت. ده مو مرض اللي بيتعالج بانتيبيوت في ست اسابيع ده. حاجه برضه غريبه صح؟ يعني ثلاث اسابيع انترال وثلاث اسابيع اورال. يعني برضو اجريشن جامد جدا. لا شوف بقى اكتر من كده. انت عارفين مين اللي حظه حلو كده هياخد ست اسابيع انتبيوتك؟ اللي لما اديله العلاج هيوريني ريسبونس في يومين. انت عارفين لو اديته بديت العلاج بارنترال انتبيوتك في خلال يومين حرارته ما نزلتش هخش افتحه على طول. يعني اجريشن زي ما انتم شايفين يعني جامد جدا. أول حاجة هوسبيتاليزيشن. تاني حاجة بلاد كلتشر. هو هيماتوجينوس. تالت حاجة الأنتيبيوتيك ست أسابيع. رابع حاجة الأنتيبيوتيك ست أسابيع ده بشرط. إن ألاقيه في أول يومين الحرارة نزلت وتحسن، ما نزلتش وتحسن أقوم داخل فتحه. فتحة أدور على إيه؟ تخيل أنا بدخل أدور على إيه؟ بدور على كراك صغير قوي جوه العظمه. جوه الميتافيس، عارفين الموضوع شبيه بان اقول لك مثلا احنا هندور على البترول. فاحنا هناخد المساحه دي من الصحراء كلها ندور فيها على بترول. ندور ازاي؟ بالبريمه. طبعا كل شويه تضرب البريمه في حته على امل نضرب بريمه تضرب ايه؟ بترول. فاحنا بنقوم داخلين بالميتافيسز بالبريمه. عاملين من 6 ل 8 خروم في الميتافيس على امل ان خرم منهم مطلع ايه؟ نقطتين صديد هم دول اللي عايزهم. مفيش ايمج ممكن يوريني ال في زميلكم سال سؤال كويس قوي بس الظهر ما كملش ساعتها. لما قلت الام ار اي والسي تي سكان بس الام ار اي والسي تي سكان دايما حاجات صلب. اقل من سنتي لا برضه. فاهمين ولا لا؟ عشان كده برضه العمليه دي الدريلنج ان انا اعمل من 6 ل 8 بير هول في الميتافيسز بدور على الباص برضو يعني اجريشن. بس انا عارف النقطة الصديد اللي جوه دي هتسوس العظم. طب هو العظم مهم؟ ايوه بس لو الفيمر مثلا باظت وانا شفتها انا هسيب لك فخده من غير عظمه تعمل ايه؟ هتبقى بانيه. وبعدين ما اقدرش اقطع الفخده واخد الليك
قلتها في الحوض يعني فاهمين يعني برضو اكيد المرض شكله خطر مش كان بقى اجريسيف قوي ناحيه العلاج اللي يقرا العلاج او لك بتاع الاكيوت هيماتوجينوس سيستمايتس يعرف قد ايه المرض خطير وان احنا سوء اجريسيف فاهمين ولا حاجه ثانيه طب لو اتكلمنا على الكرونيك اوستيومايلايتس ايه اكتر سبب للكرونيك اوستيومايلايتس غلط الدكتور ايه اكتر سبب غلط الدكتور ان هو ما شخصوش وغالبا هو شخصه ان هو سيليولايتس فراح بقى اداله بنسلين وده ستاب الستاب بتاكل بنسلين فطبعا اداله بنسلين فالستاب قعد تزغرب جوه وبعدين قال له تعالى بعد 10 ايام شفت ايام ده قلب من اكيد كرونيك وفتح بساينس وحتى ممكن الدكتور يبقى متخلف اكتر من كده يعني لما تعمل ساينس تطلع باص وفتح في عظم يقول له الحمد لله الالتهاب جمع وعمل عين وفتح فالحمد لله عشان كده الوجع اتحسن والحراره اتحسنت بس احنا عارفين قاعده جراحيه ان هو مش هيكفي لان الخراج ده شبه القله دلوقتي فاهمين؟ شمال القلة وانتوا عارفين القاعدة الجراحية القلة لا لكن سلطانية فاهمين على فلما بتعمل كده احنا بنخش بقى نفتح ونحول القلة لسلطانية تحويل القلة لسلطانية يسموها عملية الفلطحة السوسرايزيشن السوسر ده ولاد اللي هو طبق الرز او طبق الفنجان طبق الرز او طبق الفنجان اسمه سوسر هي فلطحه يعني انا مش بخليها سلطانيه كده حتى لا انا بفلطحها خالص عشان تبقى ويلدرين واشيل كل السكوستر يعني بقطع الحروف عايزك تحس ان انا خسرت القله فالقله بقت سلطانيه صح ده انا كمان بقطع الحروف لغايه ما تبقى سوسر افلطحها خالص واشيل العظم الميت الكسرة وادي وطبعا انا لما اعمل الحركه دي العظمه ضعف فممكن تتكسر صح؟ عشان كده بحط لها مله السرير سبلنتر يعني بحط لها عرق خشب والفها في عرق خشب كسبلنتر فاهمين؟ طبعا انا بقول عرق خشب ليه؟ عشان انت تفهم احنا بنعمل سلابه جبس بس نص كبيرة فهمني؟ ولفها كده بس سبرينت عشان ما حركش رجله عشان ما تكسر وادي انتباهي لغاية ما الانتباه كلها تروح بعدين اردم الحتة الكابلت دي بون شيبسي بون شيبسي دي شبه بطاطس شيبسي بس دي شيبسي ايه؟ بون بنجيبها من ايه الكريست بنجيب بون شيزل واقعد اقطع الشيبسي كده من ايه الكريست واردم السلطانية بس يا ريت تضيع الميكروبات الاول وبعدين تحط الشيبسي لان انت لو حطيت الشيبسي للميكروبات الميكروبات بتحب الشيبسي انت بتحب الشيبسي والميكروبات بتحب الشيبسي فلو انت حطيت لها شيبسي هتاكل فانت الاول تفلطح وتشيل السكوسترا وتدي انتبيوتك وسبلين ولما الجرح ينضف ترمي الشيبسي بتاعك فاهمين على طبعا ما تيجي تقرا كرونيك اوستيومايلايتس كله كلام منطقي يعني مثلا ما اقول لك هو الاكيد اوستيومايلايتس يعمل انهي نوع من التوكسيني اكيد اوستيومايلايتس يعمل انهي نوع من التوكسيني انا مستغرب اولاد عارف الاكيد توكسيني ده اللي هو ايه؟ ليفر انوروكسيا هيدنج مريض هو ده اكيد توكسيني امال الكرونيك اوستيومايلايتس يعني ايه؟ كرونيك توكسيميا اللي هو ايه؟ اللي هو لو جريد فيفر امايلودوزيس انيميا كلابينج طبعا كرونيك توكسيميا دي انتوا خدتوها كمان في الشيست في البرونكايتس والسفرتيف لانج كونديشن لان الحاجات دي كلها كرونيك انفلاميشن فقعدوا يقول لكم امايلودوزيس وكلابينج وانيميا اقول له رغم الامتحانات دي كلها ومش عارفين ها الكرونيك انفلاميشن اولاد بيعمل كرونيك توكسيك
والاكيوت انفلاميشن بعمل اكيوت لوكيميا بالطبسه انتوا اللي مش طبيعيين. تمام؟ طبعا لو الاوستيومايلايتس ده طال ابيفيزيال كارتريج هاثر على نمو العظمه طبعا. ممكن يعمل باثولوجيكال فراكشر. تمام؟ فهو الكلام بتاع الاوستيومايلايتس كرونيك اوستيومايلايتس حاجه سهله مش صعبه. الموضوع اللي بعد كده الاكيوت سيبتيك ارثرايتس. زمان احنا عندكم كده ما كانش عندنا موضوع في الكتاب اسمه صبرة الارثرايتس او سيبتيك ارثرايتس. السبب ايه؟ عمرنا ما كنا بنخش المفصل. يعني المفاصل دي كان الحاجه الوحيده اللي تعمل سيبتيك ارثرايتس ان حد يجي له اوستيومايلايتس يتزحلق على البوبليتياس. فلما يتزحلق على البوبليتياس الصديدي ويعمل سيبتيك ايه؟ ارثرايتس. ودي حاجه مش كومن يعني. فما كناش بنذاكرها، ما كانش حاجه عندنا موضوع اسمه كده. السؤال الجاي امال ايه اللي حصل؟ الدنيا اتغيرت يا اولاد. عارفين احنا دلوقتي الفصل بيخش المفاصل كتير قوي. يعني دلوقتي اي واحده عندها شويه وجع في مفاصلها يقوم مديينها حقنه في المفصل. يعني هو دكتور العظم بيناء اي حقنه في الدنيا يديها لها. كانفيزيف بروسيدور او مينيمال انفيزيف سيرجري يطلع منها قرشين. فلو هي عندها التهاب في المفاصل مثلا اوتو ميون يوم حالها كورتيزول في المفصل. عندها التهاب في مفاصلها او مفاصلها متاكله عشان خاطر هي عجزت وبدا عظمها يتاكل وكارتج يتاكل يوم يديها حقنه في المفصل عشان الكارتريج ينمو وتتطور. فاهمين يا ولاد؟ يعني هنشتغل اي اشتغاله. المهم في الاخر هيدخل ابره في المفصل. الإبرة دي لو داخلة إيه في قلبي ده كل يوم ياخد دعوة نشرب شربات فرح. بص انت هتروح تلاقي عروسات ووزع فاهمين يا ولاد ولا لا؟ الحقن الكتير اللي جوه المفاصل دي لو اتاخدت اندر سبت كونديشن هتعمل انفكشن. ايه تاني؟ مناظير. دلوقتي بتوع العظم بقى متشردين بقى عندهم مناظير على المفاصل. يخش الركبه ويخش الكتف. امال ما بيعرفش يخش ايه؟ الهيب. برافو عليكم. تمام. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ يعني عندهم مناظير. المناظير دي طبعا لو اتعملت بمنظار وسخ اكيد هيعمل سيبتيك ارثرايتس. فالتغييرات دي خلت السيبتيك ارثرايتس موضوع يدرس. فاهمين يا ولاد؟ طب هو السيبتيك ارثرايتس ده هيعمل ايه في المفصل؟ هو السؤال الاولاني انت عارف يعني ايه مفصل قوي؟ عشان تعرف السيبتيك ارثرايتس هيعمل ايه في المفصل؟ يعني معلش برضو اطمن مش قله ثقه قوي. طبعا. المفصل ده منطقة التقاء عظمتين. ادي عظمة وادي عظمة. خلي بالكوا ان العظمتين دول خشنين ما ينفعش يقابلوا بعض. العظمة هيتاكل. والعظم لما يتاكل يوجع يوجع صح؟ ويطقطق ده بيطرقع كده المفصل ويوجع قوي مع الحركه. فده العظم هيتاكل يعني. دي حاجه شبيهه بايه؟ شبيهه انك تاخد عربيتك فيهم اربع عجلات حديد جنب ميتر وتمشي من غير كاوتش. ما هو العجل الميتال ده الجنط ده ما عرفش يمشي على الكاوتش هيجيب نار. والميتال هيتاكل والاسفلت هيتاكل. احنا لازم نغلب في الجنط بايه؟ الكاوتش. برافو عليك. بصوا الكارتريج. كارتريج ناعم قوي واطرى من العظم. مش طري مع اللبوزه. طب شويه زي الكاوتش اما ننفخه. انتوا ليه بننفخ الكاوتش؟ اصل انت لو خدت الكاوتش نايم طري كده
وهو ماشي على الاسفلت عارف بالظبط، فلازم ننفخه لا منه ناشف قوي ولا منه طري قوي، وناعم فحت، فاهمين يا ولد؟ بس هو في مشكله ان الكارتريج افاسكولار، يعني الفاسكولاريتي بتاعته وحشه، عايز يعيش عايز ياكل، فربنا يعمل له مخدة سوائل كده تعمل حاجتين، تاكله وتلين الحركه في نفس الوقت، اللي هو الساينوفيا الفلويد والساينوفيا الممبرين، وبعدين الكبسوله. عرفت المفصل؟ طلبة سنة ستة المفصل. طب يلا نتخيل بقى واحد جاله سيبت كاسترايتس، أول حاجة هتحصل إيه؟ إن الساينوفيا الفلويد ده هيبقى بص. أول واحد يلطم مين؟ الكارتريج. اشمعنى؟ أكله بعمليات سر. فيبدأ الكارتريج يموت ويتاكل. مين هيتاكل بعد الكارتريج؟ البون. لأن العظم أصبح يحتك مع بعض فيتاكل. يحاول يصلح نفسه، يعني يحاول يصلح نفسه بس مش قادر، يتاكل، بيعمل اوستيوفايت، فتوجع جدا وتخلي الجوينت مش عارف يتحرك حلو، بيطقطق وهو بيتحرك، يعني فاهمين يا ولد؟ قلت لك بيعمل كريبتس وبيوجع قوي مع الحركة، ويعمل اوستيو فايتس. تعرفين بعد شوية الصديق يحاول يطلع على بره، يقوم خارج الكبسولة فيعمل ساينس ويفتح على بره. يعني كل اللي انا عملته ايه في الباثولوجي؟ رسمت مفصل وبوظت. تعرفين بعد شوية العظم ده هيهين مع بعض في ايه؟ فايبروزيس وكالسيفيكيشن. كل الطلبة عارفة حكاية فايبروزيس وكالسيفيكيشن دي. كالسيفيكيشن بيسموها ايه؟ ما انا عارف اسمها انكيلوز. لما يحصل فايبروزيس ده انكيلوزيس، مش مهم كالسيفيكيشن. يعني لما يحصل فايبروز ده انكيلوزيس. انكيلوزيس يعني ايه؟ يعني الحركة راح. انكيلوزيس يعني الحركة قلت او راح. لا انا بقول لكم الكالسيفيكيشن اللي بيحصل بعد الالتهابات او الاورام ديستروفيك. هو الكالسيفيكيشن اللي تحصل من هايبر كالسيميا اسمها ميتاستاتيك، والكالسيفيكيشن اللي بتحصل نتيجه ان ورم مات فالبي اتش اتغير او التهابات غيرت البي اتش بس الكالسيوم نورمال اسمها ديستروفيك. احنا قلناها كتير قوي صح؟ يعني ديستروفيك وميتاستاتيك دي قلناها كتير، وانا اعتقد انتم ما بتجاوبونيش كنوع من ال يعني البريزرفيشن للاي تي بي. يعني مش عايز نفسك تحس ان انت قتيل، لكن مش عدم معرفه. يعني انت لو المعلومه كل شويه تتقال قدامك كل شويه تتقال قدامك وانت مش قادر تشيلها في ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف الناس دي، ما انا مش مصدق ان هم ما يعرفوش. فلما بيبقى في تيومر مات، لما يبقى في تيومر مات او التهابات غيرت البي اتش ده بيقولوا عليها ديستروفيك ايه؟ كالسيفيكيشن. أنا بصراحة بصول السهل أوي. طب الكلينيكال بيكتشر أسهل، إيه الكلينيكال بيكتشر بتاع السيرش كاركترايز؟ سيمبتوم وساينز. سيمبتوم وساينز. الكلام بقى ممل، ممل، يعني نقعد بقى نقول بقى فيبر وأنوروكسيا أو إيدي، ما أي يعني. قولوا له كلمة سبيسيفيك. لوس أوف أكتيف أند باسيف مود. دي كلمة سبيسيفيك. بعد شو هيحصل انكلوزيف؟ قول ورايا اكتف وباسف، اكتف وباسف، اكتف وباسف. ام سي كيو هاي طب هعمل انفستيجيشن ايه؟ يعني هما بتوع العظم دايما يعملوا اكس راي، لكن مفيش مانع تعمل سيت سكان. يعني مين اصبر؟ دي دي طبعا ممكن الاحدث دلوقتي المناظير على المفاصل، بالذات لو مفصل زي مفصل الركبه او الكتف، انا ممكن اعمل عليه منظار ابص عليه
وممكن المنظار ده اخش بيه اشيل الصديد واغسل. يعني اخش بالمنظار اشيل الصديد واغسل على امل بس ان انا اخفف السم عن الكارت. فاهمين؟ المفصل باظ غيره. عارفين هما بيغيروا المفاصل ده؟ حتى انا كنت مستغرب ازاي حد يغير مفصل يعني. انا مش فاهم برضه المفصل ده في الساينوفيا الفلويد كبير. احنا الموتور بنحط له زيت. يعني كل كذا 1000 كيلو تبع الزيت اللي انت بتحطه بتغير زيت صح؟ انا كنت مستغرب المفاصل دي شغاله ازاي يعني. فطلع ان المفصل ده بيبقى مصمم في ان هو يشتغل من 5 سنين ل 10 سنين تبع النوعيه. بعدين يبوظ ويترمي ويتحط واحد تاني. لكن انا كنت متخيل في خرم وغير زيت مش حامه مني يعني كده. طلع مش كده. طلع هو شال وتحط واحد تاني. فاهمين على قد؟ صعب ممكن ده تبقى متهيألي الست كارسرايت السهل والاوستيومايلايت السهل. التي بي كله مشبوط في بعد كده عندكم حاجه اسمها برودز ابسس. يعني بروكس ابسس ده برضه هتلف عليه حدوته كده بس وخلاص. عارفين في حاجه اسمها تيبيال بروكس؟ هو كان اول قبل البريس التيبيال بروكس دي كان ماسك فيها التندر بتاع كوادرس ابسس. هو ده بتاع التيبيال بروكس. البرودز ابسس ده ولاد التهاب في التيبيال ايه؟ يبروكس. السؤال الجاي طب هو ايه اللي حصل؟ ما نعرفش. هو حصل التهابات في تيبيال البروستاتا عامل زي الكراد. طب ايه السيناريو بتاعها؟ سيناريو غريب جدا. الراجل بيبان كانه متجوز على مراته. هحكيلكم حكايته وانتوا شوفوا بنفسكم. الراجل ده كل يوم الصبح يصحى زي الفل ويلبس ويتبركن وتمام ونزل الشغل. يرجع بالليل يا روكبي. بعدين مراته تقول له ألف سلامة ليك يا أبو أحمد. وتحط رجله في مية دافية وتقعد تقبص له رجله وتعمل له مساج لغاية ما ينام. نعمة أبو أحمد. صحي كويس. لبس وبتاع. الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا أبو أحمد. خرج راح الشغل رجع بالليل بعدين بقى ميه سخنه ومساج. صحه ابو احمد كويس لبس وظبط وخرج رجع بالليل كل يوم يا ابو احمد ما ترهقش نفسك في الشغل ما تقفش على رجلك كتير يا ابو احمد. يعني كل يوم يجي كده خلاص مش مشكله يوم الجمعه كده ان شاء الله احنا مستنيين ابو احمد يوم الجمعه. يوم الجمعه بقى اجازه من اول يوم. يصحى ابو احمد يوم الجمعه اول ما يصحى لا المنظر مش ما يعني ابو احمد بيخلع. هجيبها لك المستوصف. هجيبها لك المستوصف. في سؤال انت لو انت مستوصف حقيقي هتشخص زيها ابو احمد بيخلع متجوز عليها. بس احنا انا كدكتور ماشي هتجوز عليها ولا ايه؟ ولا انا مالي؟ مش هو بيقول يا رجلي يا رجلي هعمل له اكس راي على رجله وانا مالي؟ فاهمين يا فانا لو عملت له اكس راي على رجله هلاقي حاجه غريبه. هلاقي تيبيا تبروستي متاكله. يعني دي التيبيا منطقه التيبيا تبروستي متاكله وعليها البولكرم كده. يعني ابو احمد ما بيدلعش. ابو احمد التيبيا التبروستي بتاعته عيانه فعلا. تمام؟ تعرفين انت هتعمل ايه طبعا؟ هتعمل ايه لابو احمد؟ سوسرايزيشن؟ هو انتوا هتحفظوا دريم بس؟ كل اللي هتحفظوه دريم؟ وكل المواد وكل الفروع؟ بتاعت العظم اسمها سوسرايزيشن؟ احنا هناخد كتير؟ ما تخلص يعني؟ درينج الخراف في العظم اسمه ايه؟ الا لو كل حاجه تقول له درينج اوف ذا ابسس
in the bone. يقول لك الدريننج اوف ذا ابتيت ان ذا بون اسمه ايه؟ يقول له مش فاكر. ده اسمه سيرا اسمها سوسرايزيشن. تمام؟ بعد ما تعمل سوسرايزيشن كده؟ عارفين بعد ما تعمل سوسرايزيشن بيطلع باص غريب كده من الفراغ ده عامل زي جيلي التفاح. عارفين ابل باي؟ زي الجيلي بتاع الابل باي. فاهمين؟ وما فيهوش ميكروبات حتى ما بنزرعه بيطلع نوت جروث. ما نعرفش ليه بيقولوا ان الميكروب بيبقى ضعيف وجهاز المناعه بياكله. بس احنا مش عارفين. صراحه ربنا الراجل مش يوم الجمعه بيفضل كل يوم كده ركبته توجعه ويوم الجمعه توجعه من الصبح. هو كل ثلاث اربع ايام يبدا الوجع من الصبح. فاهمين؟ يعني ثلاث ايام توجعه بالليل بعدين من كتر الوقفه كل ثلاث اربع ايام ثلاثه في يوم بادي من الصبح. بس انا ظبطتها يوم الجمعه عشان الحدوته. لو انا قلت كده انا عملت الحدوته دي وكتبتها كده رجل متزوج على مراته. وقعدت اكتب بقى كل يوم اقولها بالليل اه يا رجل اه يا رجل. وتقوم الزوجه بتقبيص رجل. فيصحى الصبح كويس. فاهماني؟ وكل يوم هكذا حتى يوم الاجازه. ففي يوم الاجازه يقول لها اه يا رجلي من الصبح بدري. فاهمين يا وهذا الدايجنوزس انه متجوز ايه؟ عليها انه ولكن انا ماليش دعوه اعمل ايه؟ اكس ري كنت كاتب كده حدوتها بالعربي كده مين على كاتب جنبها شيء تنفع اصل الموضوع ما فيش حاجه تاني. السؤال الجاي طب انا كنت عامل كده ليه؟ اصل الموضوع ما فيش جديد بس انا كنت بخاف فكاتب الموضوع بالعربي كده عشان اجي في الاخر اراجع ابص على الحدوته كده حدوته الراجل متجوز على مراته ومعاه جيلي تفاح خلاص بس كنت مقلب الورق تمام وبقى كده هقلب جوه هتصرف يعني فاهمين؟ بس يعني قعدت ادرسها برضه فتره طويله قوي لغايه ما كانش راضي يجيبها حاجه غريبه لغايه ما اول ناس حققوا لي حلمي في المنايه جابوها في طب الملوخيه فلقيتني حاجه مبسوطه قوي انا مستغرب هما كلهم كده مع بعض رئيس القسم والطلبه كده يعني هو يدور على حاجه مش مذاكرينها هما يذاكروها هما ما عملوش ذاكرناها هو الورقه مشلم بتتذاكر كلها فجاوبوها وكانوا مبسوطين قوي المره الثانيه اللي شفتها فيها يا مرتين اللي شفتها في تدريسي طول عمري تقريبا المره الثانيه كانت في القصر العيني في امتحان الدور الثاني جابها في الامتحان فالعيال دخلت الدور الثاني. طب العيال بتبرشط تقول لك بص انا بقى بره نجيبك في الامتحان بس. ده البروديز ابس. بعديها التي في كله مشطوب طبعا، التي في كله مشطوب ما عدا البوكس. يعني التوبركلوزس كله مشطوب بعد البوكس. هو ايه هو شطر واحد؟ والحقيقه لو حد فيكم بص في كتاب القصر العيني مش هيلاقي البوكس في العظم، هيلاقيه جنب سباين. يعني هو موجود موجود بس عشان ما حدش يقول لك يا الحمد لله البوكس ميت موجود موجود بس باب سباين فاهمين باب تاني. تمام؟ يعني انا خلصت البرودز ابسس وقلت لكم وانا قلت لكم كان عندي مشكله الموضوع ده ما بيجيش فعملت له حدوته بالعربي اجمالي ده لو جيت وخلاص وحكيت لكم انه جه مرتين خلال 20 سنه مثلا خلاص وخلصنا وبعدين تلاقي واحد بيقول لك يا دكتور هو انت بعد ما بتنظف الخراج بتعمل ايه في التندون اللي هو ماسك طبقاته في البريوستيم انت مالك يعني وانت اللي بتعمل عمليه طيب ثم الثانيه ما تكاد واسمعنا تبيا الكبروب انا ايش عرفت اذا كان الباص ما فيهوش ميكروب
يعني في حاجات كتيرة قوي انا مش كمان اللي عنده ولاد سؤال مش عارفه يروح يسأل بطل عضل. انت بتروح راوند عضل تمامني؟ وبعدين مش معنى ان انت بتخوفي ان انت تسأليني في وسط الحصة. البوتس الزيس اوف ذا سباين ده ولاد هو طبعا في كل التي بي في العضله نشطات ما عدا التي بي في الفرتبري. حلو قوي جميل. يعني اول امبريشن ليك عشان اكيد موضوع مهم قوي السؤال الجاي مثلا مين؟ سباينال كورد اكيد. هي لو دي عظمه دي فيها تي بي دي عظمه ايه؟ مالكش دعوه ايه؟ عظمه ايه فيها تي بي؟ تي بي هيحول العظمه دي لايه؟ فيزيوس ماتيريال يعني كل دي ايه؟ يعني بعد شويه العظمه دي هتختفي تبقى جبنه نسر اي عظمه كده. السؤال الجاي طب هو تي بي يوصل العظم ازاي؟ بلط ليه مش لمف؟ هو مفيش لمف في العظم فالتي بي هيوصل عن طريق ايه؟ عن طريق بلط ممكن دايركت يعني كولد ابسس جنب عظمه لكن هو بصراحه ربنا تي بي يعني كولد ابسس تيوبركل كازيشن كواليس كولد ابسس هو تي بي كده صح؟ عشان كده اشمعنى بقى الفرتبري عاملين لها صيد بقى وعاملين لها شغل وبتاع عشان خاطر السباينال كورد فدخل علينا مع كولد ابسس البارابليجيا فاهمين؟ يعني مشكلة الفرتبري البارابليجيا هي دي مشكلتها حتى في الفيلم انا اكدت ان البارابليجيا نوعين مين اللي ريفرسبل فيه؟ بأمرت ايه؟ بأمرت ان في ليه؟ معرفة كانت الريفرسبل ما كانش بقى فيه ايه؟ بقى فيه ليه؟ برافو عليك عشان كده البارابليجيا ايرلي وليت والريفرسبل هي الايرلي لان هي دي اللي من القديمة والكازيشن فلما بعالجها بتخف انما الليت دي فايبروزس الليت دي نتيجة فايبروزس فاهمين يا ولاد؟ فمهم قوي ان الطالب يعرف حكاية البارابليجيا مش عشان حاجة ولاد عشان هو الموضوع كولد ابسس وبارابليجيا مين اللي مين الجديد اللي فيه مشكلة خلت الموضوع ده مهم؟ البارابليجيا مش كولد ابسس والا كنت قلت لكم التي بي في الضلع مهم والتي بي في كذا مهم الله ما فاهمين؟ بس هو واضح ان احنا مركزين على التي بي اوف ذا سباين واضحة؟ بصوا كده التي بي لما بيوصل للسباين بيوصل عن طريق الدم بصوا توزيعة الدم في الفرتبري دي فرتبري ودي فرتبري وبينهم ايه؟ ديسك شوف البلاد بس هيعمل ايه؟ تقوم تفهم ليه التي بي دايما ياخد اتنين فرتبري بالديسك اللي بينهم اول حاجه التي بي يحب الديسك يحب الكارتل والتي بي كلب مسعور حطه على اي حاجه حولها جدا نفسه تفرش معاه فاسكولار افاسكولار عفريت ازرق عكس الميتاسيس الميتاسيس تحب العظم وتسيب الديسك لكن التي بي كلب مسعور ياكل العظم بالكارتل التي بي ما بيخليش عظم ياكل كارتلج ياكل عضلات ياكل نرف ياكل ايه ما ايه هياكله؟ هياكله مكان التصنيع جدا نفسه فاهمين؟ لكن السرطان لا السرطان ياكل العظم ويسيب الديسك التي بي هيخش من الدم يبقى هياكل اتنين فرتبري بالديسك اللي بره فاهمين؟ طب مين اكتر فرتبري هتتاثر؟ الدورسو لمبر او السوراكو لمبر يعني الدورسو لمبر ده ولادي او السوراكو لمبر استاتيستيكال هي اكتر حاجه بتتاثر السؤال الجاي طب مين اكتر الدورسال بارت ولا اللمبر بارت؟ الدورسال يعني هي دايما تيجي دورسو لمبر بس لو فصلتهم عن بعض يبقى الدورسال اكتر من اللمبر و دورسال وبعدين لمبر وبعدين سيرفايكال في الاخر فاهمين الترتيب؟ السؤال الجاي طب هو التي بي اوف ذا سباين ده ولاد بيوجع؟ بيوجع لدرجه ايه؟
دخل سفاير. برافو عليكم العيال الشافي تقفله فرماه يعني عنده خش عليه عامل كده فاكرين؟ لما اجي اكلمه انت ليه بيعمل كده ما بيحركش رقبه؟ ما بيقدرش يجيب الفلوس صح؟ ولدرجة ان احنا لو فاتحين عادة في المنوفية لدرجة ايه؟ ارميله بنيه على الارض قول له واقف قولوا عليه بوينت فيست. لو رميت له جنيه على الارض ما عادش من كتر الوجع. فاهمينها لا؟ فدي قولوا عليها كوين تيست. وانا قلت كوين تيست ده في الفيلم؟ ما قلتش حكايه ان انا في المنوفيه؟ ما قلتش سجلها دلوقتي. يبقى خفت يا فندم. فاهمين هذا ولا لا؟ فالراس بتوجع قوي في كوين تيست. السؤال الجاي طب لو واحد عنده تي بي اوف ذا سباين هعمله انفستيجيشن ايه؟ يعني اكس راي سي تي سكان مين ادق؟ اكيد السي تي. طب مين ادق من السي تي؟ ام ار اي. بص وراك حته العظم بيتشو بلينز كده الام ار اي احلى. فاهمين؟ السؤال الجاي طيب هو في انفستيجيشن خاصه بالتي بي نفسه؟ ايوه يعني انا ممكن هو اصل هو ما جالوش تي بي في العظم الا لان عنده تي بي في حته ثانيه بعد بلاد بورد. ما هو ما فيش حد اولاد عطس في ظهر حد جاب له تي بي في السبايد وما فيش حد نزل تحت البقره وقعد شفتهم رجع وقعد يرضع من البقره فجاله تي بي اوف ذا سبايد. يعني اكيد هو عنده تي بي في حته وبعدين راحت للسباين. فاحنا ممكن تو انفستيجيت الحته دي. يعني ممكن نعمل سبيوتام كلتشر، ممكن نعمل شيست اكس راي، ممكن نعمل بي سي ار، ممكن نعمل لا هو بقى تو في الشيست يعني واخدينه دي حوالي 900 مره. فاهمين يا ولاد؟ وبالتالي يعني الكلام سهل يا انفستيجيشن للتي بي وانفستيجيشن خاصه بقى بالضغط اللي هي الاكس راي والسي تي سكان والام ار اي. السؤال الجاي طب لو حد عنده تي بي اوف ذا سباين كان عنده ازاي؟ سناتوريال شرم الشيخ شمس هواء اوبن بوفيه. احنا انتوا شفتوا كل حاجه الشمس والميه والهواء والاوبن بوفيه صح؟ شفتوا كل الركاب بصوره صوره ايوه صح ولا لا؟ وان دي اسمها سناتوريال ايه؟ تريتمنت. فاهمين؟ وبعدين انتي بيركل السيرابي فضل عن خدمه بعمل له ريهابيليتيشن وكنترول وقلل عدد ساعات شغله وحصل لا لا في حاجه مش طبيعيه في شمبانيا في الجو اسرائيل حاطه حاجه في الجو اسرائيل حاطه لكم حاجه في الجو لان كل مره اسال نفس السؤال لنفس الطلبه وهي تقطع مين؟ طب فضل الطالب قصدي العيان ما خافش وعامل بقى كوب ابسس اطرحه على اي حاجه درنت ازاي؟ زد تكنيك اعمل اسبيريشن بزد تكنيك. طب امتى الاسبيريشن بالزد تكنيك مش هينفع؟ لو فيزياس ماتيريال تيك او مالتي كريتد تيك زي الفرق بين الزبادي والزبدور ومالتي كريتد زي علبة العصير المنوفي. لو الباط ديك لو كيزيس ماتيريال فيك او مالتي كريتد هضطر افتح اوبن درينك. وانتوا خدتوا بالكم في الفيلم ان انا ما جيت افتح في البطن فتحت من قدام لان كيزيس الفرتبري متاثره من قدام. فانا بخش انضف الكيزيس ماتيريال واحط بوم درافت مكان العظم اللي متاكل عشان ما يحصلش كالفوزيس. بس في الشيست ما اقدرش افتح من قدام لان في البطن ممكن افتح من قدام وازيح المنبار كده ازيح المنبار كده ماشي. لكن في الشيست لو فتحت هلاقي لانج وهار فكون انا احط عليهم ريتراكتور وازيحهم كده بتبقى صعبه شويه. فبنضطر في الشيست نفتح منين؟ من ورا. نعمل حاجه اسمها كوستو ترانزيتال سيستم تكريس. وبالتالي البوكس دي سوف ذا سباين موضوع يعني سهل قوي ويعني سهل قوي ان هو يتم. هاتوا لنا بعد كده التاليباس اكوينو فايروس. لا مش التاليباس كونجينيتال هيد ديسلوكيشن. كونجينيتال هيد ديسلوكيشن. حاجات كتير
هو انا لو قلت لك كونجنتال هيب ديسلوكيشن تفهم ايه؟ ان مفصل الهيب مات ضعيف ضعيف وبيت ايه؟ بيتخلع ضعيف وبيتخلع امتى؟ عيل لسه مولود عايز اماره انه عيل لسه مولود كونجنتال وعايز اماره ان الهيب ضعيف ديسلوكيشن واضحه؟ السؤال الجاي طب ليه غيروا اسمه للديفلوبمنتال ديسلوكيشن اوف ذا هيب؟ احنا لاحظنا ظاهره الموضوع ده مرقم الانتميال ده ممكن تلاقي بنت في سنكو هبها بيوجعها في سؤال يعني بنت في سنكو هبها بيوجعها ازاي؟ يعني لا هي منجوزة ولا عظمها خف ولا هبها يوجعها ليه بالطريقة دي؟ فلقوا ان الهب بتاعها مش قشرة لأنها مضروبة في هبها ربنا الشسيفي واخد مش كويس قوي فطلع ان الموضوع ده ليه كونجينيتال فري ديسبوزيشن فقالوا لانه ما بيبقاش ساعات ديتنج سينس بيرث ممكن يبقى بريزنتد ليتر اون ان لايف فاحنا بلاش نسميها كونجينيتال هيب ديسلوكيشن لان اول ما اقول لابني الواد جون كونجينيتال هيب ديسلوكيشن هيفتكر انها ديتنج سينس بيرث فاحنا هنقول له ديفلوبمنتال ديستريزيا او اوف ذا هيب فاهمين ولا عشان جون يفهم انها ممكن تظهر ليتر اون ان لايف بس الكونجينيتال بري ديسبوزيشن يعني تظهر ليتر اون ان لايف بس الكونجينيتال بري ديسبوزيشن السؤال الجاي طب الظاهره دي هم خدوا بالهم منها ازاي ولا بره؟ اول حاجه هي بره اكتر اعتقد كده ولا الله اعلم لان هما بيقولوا ان النسبه 1 في 1000 واحد في الالف دي نسبه كبيره المفروض نشوفها يعني 1 في 1000 دي نسبه كبيره لازم تعرفين 1 في 1000 زي ايه؟ زي الهيدروكيفلس والتاليباس الفاينو فيروس ان الرجل تبقى معوجه كلكم شفتوا حالات هيدروكيفلس وحالات تاليباس اسمع عنها مين يسمع عن كونجنتال هيدروكيفلس دي؟ فاهمين يا رب؟ بس ظهر ان هم بره في بلاد الفرنجة مضروبين في هبهم فالنسبة عندهم عالية احنا عندنا الهب عندنا متين هم هبهم مش عشان هنا هذا لا طارق جاي هم خدوا بالهم من الظاهرة دي ازاي ام كانت بتغالب الكهف فحطت البامبر وبعدين حطت البنت على البامبر وبعدين فتحت رجل البنت كده عشان تعدي البامبر وهي بتفتح رجل البنت فتحة زاوية الفرخة طق قالت فخدت البنت وطلعت جري على ايه؟ على الدكتور فالدكتور قالها في ايه؟ قالت له انا بغير اللونة وبعمل رجليها كده اتفتحت رجل البنت زاوية الفرخة يا دكتور بعملها كده يا رب يسمعها معايا لا شيخ ايه ف راح قاعد البيت قاعد البيت وغير الله بيفتح رجليها كده راح اتفتحت فعلا قال ايه ده راح قايم وكمسك ورقه وقلم وقعد يكتب ان احنا لو فتحنا ورك البيت هيتفتح زي ورك الفرخه وراح حاطط اسمه على الاختبار ده بس كتب بالانجليزي ده اورتلاني ده الراجل اسمه اورتلاني بس كتبها بالانجليزي بصوا بقى لان هو راجل ايه خنفس انجليزي قاعد كاتبها بالانجليزي بقى اقول لك ايه امسك السايد كده يبقى الصامبل جوه والصابعيه الصوابع اللي بره اكيد يعني همسك السايد كده اي حد بيغلط كده وبعدين يقول لك تحط بقيه الصوابع كده على الهيب جوينت وبعدين تفتح رجل البيت فيري جنتل خليك شنتل جدا شنتل خالص تقول له شنتل لدرجه ايه؟ يقول لك يعني الحمار بتاع صباعك ده ما يبيضش
الحمار اللي في صباعك ده وانت بتفتح كده، الحمار اللي في صباعك ده ما بيض ما بيض، يعني خليك شنتل فحم. طب ايه اللي هيحصل بقى وانت بتفتح بمنتهى الشنتله كده؟ هتسمع صوت صغير قوي زي مفتاح الكهرباء اما تفتحه وتقفله، يعني تسمع كده تك تقول يا لهوي ما تكملش بقى. طب ايه وراح كاتب عليها اورتلاني. الحقيقه ان اختبار اورتلاني ده انا وجهه نظري المشكله في الفيلينج بس، لكن ما اعتقدش ايه يعني ما اقول له افرض انا مسكت الليمب قلت له بط يالا انت تفتك الفتح تعملها كده اهو تفتح معاك زي ورك الفرخ فاهمين، بس هو ارتلاني قاعد يكتب بالانجليزي بقى واحط الصامبل جوه وبقيه الصوابع اللي بره على الهيب جوينت وافتح بالراحه قوي من غير ما الريد كلر تو بلانش، وبعدين تسمع صوت تك كده سويتش ايه كرم كلام اسمع كلام انجليزي. حتى انا كنت هشيل الانجليزي ده وبعدين قلت سيب هو راجل زي يعني ممكن تجيب صورة اي واحد كومبس وتحط. فاهمين الراجل ده اسمه ايه يا ولاد؟ كان في بقى ايه ظرف حته ثانيه، واحدة تانية عندها كونجينيتال هيبوسيكليشن، فراحت للدكتور تاني كان اسمه بارلو. فبارلو فتح البيت كده لقاها فتحت معاه قلب وراح قافلها وراح قايل ماسك ورقة وقلم وكتب إذا قفلنا البيت البيت بتقفل معايا وراح حاطط اسمه عليه. هنا ولاد يعني أورتلاني أورتلاني ولاد عمل كده وبارلو عمل إيه؟ بس بارلو بقى إيه يقول لك وأنت بتعمل كده انت بتعمل كده اه الورق كده بتعمل كده بتكرم بتكلم كده انت بتعمل كده بتكلم فرق ناس عندها فرق مين الاثنين مش مكتوبين؟ مكتوبين السؤال الجاي بس اصلا بصراحه الشرح من غيرهم الناس دي ناس بصراحه عملت شغل يعني هي بتدي عمق للداتا غير طبيعي يعني تراني وبارلو دول هما مخلصين الكونجنتال ريبلكيشن في درجه حاجه. انتوا عارفين بعد كده انا هشرح لك ايه؟ هو مفصل الهيب ده مكون من ايه؟ استابلر وهيد اوف فيمر وكبسوله ومصل وليجامنتس. يعني انا هعمل استافلم كده واحط جواه الهيد اوف فيمر وهنا في ليجامنت فاكرين؟ ليجامنت اوف تيريس. تيريس يعني ايه؟ مدور. وبعدين في هنا كبسوله صح؟ وعضلات. طب ما هو مفصل قشطه اهو وحلو ايه اللي حصل؟ الاستابلم بقى شالو شبه ايه؟ جزء الاستابلم بقى شالو والهيد اوف ذا فيمر صغيره بالنسبه للاستابلم الشالو ده فبتتحرك زي بالظبط ما تجيب طبق كبير مفلطح وتحط فيه عنبايه بعدين تقرر تاخد العنبايه بالشوكه ما تيجي منك مين الطبق؟ الاستابلم ومين العنبايه؟ الهيد اوف فيمر. السؤال الجاي طب هو الهيد بتجري كده بجد جوه الاستابلم؟ اه اللي كمان تمطيرس طويل ولوز وريدندنت وريزستنت كل دي كده فالعنبايه بتجري في الطبق فعلا العنبايه بتجري في الطبق. اقول لك اكتر من كده حاجه غريبه امسك الفيمر وشدها لبره ده بره كده تمط معاه زي اللبانه تمط معاك زي اللبانه كده الكبسونه يا اولاد داكس قوي فاهمين؟ يلا وصفوا لي استابلو اللي هيدو فيها واللي جميل طب طويل طويل والكبسونه لاكس حتى العضلات ضعيفه فاهمين ولا لا؟ بصراحه المفصل ضعيف
هو congenital hip dislocation ده اكتر في الميلز ولا في الفيميلز؟ طب ليه حصل؟ ما نعرفش ما نعرفش. هنسمع كتير يعني ناس تقول لك اصل البيت كان بريتش بريزنتيشن فمعادتها كانت مزنوقه شويه. هو هو ليه ولد العيل بينزل في الفلم؟ هو اليوترس باي ريفورت هو الطبيعي ان الراس تبقى تحت والباتو فوق. دي بنت بنت سقط يعني حاطه راسها فوق والباتو بتاعها هي سقط اصلا. وكمان عن حواليها اوليجو هيدرامي يعني الميه قليله كمان فمزنوقه تحت. نتيجة البريتش بريزنتيشن والأوليجو هيدرامينس البيت اتزنقت وجالها كونجينيتال هيبوستاسيس. لا اشمعنى الفيميل؟ اشمعنى الفيميل؟ ما انا مش عارفني اشوف شويه اشمعنى البريتش؟ ما في ناس كتير بريتش. يا سلام. واشمعنى اي حاجه من الحاجات اللي خدتها؟ دي كلها سيريس. فاهمينها؟ في بوست فاميلي هيستوري؟ اه. يعني لما واحد يتجوز واحدة مضروبة في البقى يوم يفهم ايه؟ العيال ممكن يبقوا مضروبين في البقى. فاهمين ولا لا؟ عشان كده اولاد لما واحدة تتجوز اولاد ما تقعدش بقى قدام جوزها يا مفصلي يا هبتي. طب افرضوا ان هو مزاج. طب ما حيف؟ ما حيف؟ انت بتتكتمي لغايه ما يتجوز. بعد ما يتجوز خلاص هو دفع المهر والشبكه ولبس خلاص. مين هذا؟ لا البنات اللي مذاكره طبعا بتبقى فاهمه كويس. مين؟ بس انا قلت الموضوع مش ديتنج سينس بيرس. ممكن ليتر اون ان لايف. صح ولا لا؟ طب وممكن الموضوع يبقى سيفير في القضب تقول لدرجه ايه؟ ان البنت تعرج وهي ماشيه. تقول لك عندي وجع جامد فتعرج. اما حد يعرف كده اولاد وهو ماشي ده بيسموها ايه في البطن؟ ترندلنبرج. بص انا هقول لكم حاجه، انا مش متوقع ان البطن احسن من كده. انا متوقع ان في عدل تمام. بطنه زي كده. عارفين اما حد يعرف كده اسمها ترندلنبرج تيست في ايه؟ عارفين لو الحتتين بايظين؟ اودي يعني واحد ناحية واحدة فريندنبرج ناحيتين ايه؟ وده يونيت ولا حد كبير؟ عايز امر برافو حاجة جميلة 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 حاجة جميلة. يعني اول ما اي عيل يتم شهر يعملوا الترا ساوند على هبه. احنا بنعمل لعيالنا اولاد الترا ساوند على هبه بعد شهر ليه؟ مش احنا هبنا ايه؟ كويس وهم مضروبين في ايه؟ يعني ممكن نقوم نرتاح لهم يا مضروبين في البطن يا ابره مصديه هتكون مرميه يا حبيبتي يا هما بره مضروبين في ايه؟ بس احنا حبينا ايه؟ المتين. هما لازم يعملوا سكريننج لعيالهم كلها. يعملوا لهم سكريننج بايه؟ طب وليه مش باكس راي؟ هو الهيد اوف ذا فيمر مش حبان اصلا في الاكس راي. فاهمين ولا لا؟ قام زميلك اهو بيقول لي الهيد اوف فيمر بتتعظم بعد سنه. تعرفين العيال دي؟ الهيد اوف فيمر بتتاخر في انها تعظم كمان. تمام؟ فأحسن حاجة ليها في السن الصغير ده الألترا ساوند. طب ليه بعد شهر؟ سواء العيال كلها أول ما تتولد بيبقى ضعيف. فمش مش هنعرف تحسم الأمور في أول شهر يعني. يعني لكن بعد شهر جاي. فدايما نقول لك عدي شهر وبعدين اعمل سونار على الهيب. سكرين كده كل العيال كل العيال. سونار لكل عيل. فاهمين أه؟ لكن لو هنعمل اكس راي يبقى الاكس راي بعد ايه؟ سنه. ممكن نلاقي الهيد اوف فيمر كمان متاخره.
في حاجه كده اسمها بيركنز لاين، بس انا هقولها لكم على الاكس راي. لو وريته الاكس راي عشان ما تغطسوش في ايدي يعني. تمام؟ السؤال الجاي، طب لو عيله صغيره عندها كونجنيتال ديسلوكيشن هنعمل لها ايه؟ بنعمل لها بامبرز كده اسمه الباشا ورد. بون روزن. باشا ورد، باشا مورد. فور، عارفين يعني فور؟ فور يعني باشا بالالماني روزن. البامبرز ده بيخلي البنت في وضع الفرشحه يعني في وضع الفرشحه قليلا. متفرشحه وفليكس شويه. بص عليها. بعدين ايه؟ في واحدة بص على البامبر ده على السبرنت، بتقول لصاحبتها يا عيني انا مش عارف يعني ايه، دي عيلة صغيرة يعني. ما كل العيال ده وضعها الطبيعي. انا مش عارف ايه يا عيني. مين عرفت؟ السؤال الجاي، لو فضل عايز كبر صعب بقى نعمل له بامبر كتير. بيعملوا حاجه اسمها كوريكت بوستيوتومي، يخشوا بقى يقطعوا العظم ويظبطوه كده. مش يعني حد بقى بيعمل كوريكت بوستيوتومي، ما مش عارف ازاي. اللي عايز يعرف بقى كوريكت بوستيوتومي بيعملوا فيها ايه؟ يروح يلقى العظم يقول لي دكتور في عندي عيال نفسي اعمل له بكره. كونجنتال هيب ديسلوكيشن موضوعات جميلة. وهي جت ازاي يا ولاد في القصر عيني؟ ما اعرفش انا حكيت لكم جت ازاي ولا لا. جه في سنه رئيس الاسم دخل قال لهم انا مش هجيب ديسلوكيشن، انا هجيب فراكشر لونج بون. وبعدين قعدوا كلهم يذاكروا بقى فراكشر هيومرس وفراكشر تيمر وفراكشر تيبيا فراكشر تيبلا. وبعدين ايه مثلا يجي هو بيقرا تلاقي الطالب بيقول له طب يكلمني، طب يا دكتور هو ممكن يعتبر الهيومرس لونج بون؟ العيال هبله. تمام؟ فجاب لهم فراكشر كلاب كان اطول عظمه لقاها. وبعدين راح جاب لهم سؤال غريب، كونجينيتال هيب ديسلوكيشن. فصاروا بقى في اللجنه، مش انت قلت ما فيش ديسلوكيشن؟ قال لهم ده سؤال بديهيات. انا عايزك تكتب عليها تيجي بيدياتري وتيجي عظم عشان ما حدش يلاقط عليك. تمام؟ هي كده الحصه الاولانيه خلصت. انا هنخش بعد كده على الحصه الثانيه. على فكره الدرسات بزيسو بزابون مشهور. الدرسات بزيسو بزابون مشهور. انا هعرف اشرح التالي بس الاول وبعدين اعرف انه تالي بس. تالي بس يعني ايه؟ يعني فود. تالي بس يعني ايه؟ فود. هو الفود دي تالي ده مفصل التيلس يعني نص الوراني من الرجل بتاع الانكل. البس اللي هو الحته القدامانيه من الرجل اللي فيها الصوابع. فلما ممكن اقول لحد بالانجليزي فوت او اقول له تالي بس. هو ده؟ العنده ماله بقى يا ولاد؟ التالي بس اكواينو. اكواينو زي رجل ايه؟ الحصان. اكواينو ايه؟ وفيرس داخله لجوه. واضحه؟ قلت لك ان دي شبه اول ما تقف في المرايه تشب وبص على رجلك هتلاقي رجلك التاليبس اكواينو وفيرس. لان انت لما بتيجي تقف على رجلك بتقف على صوابعك كلها، فرجلك الصباع الكبير باظت لقدام شويه، فرجلك اوتوماتيك بتاخد وضع الايه الفيرس. كده عايز تعرف يعني ايه تاليبس اكواينو وفيرس؟ شب وبص في المرايه. السؤال الجاي، حيالي الاسم معبر عن نفسه صح؟
ما عدا حاجه واحده بس مش معبر عنها، ان الادم مش معقوله. الادم بتاع الواد ده معوجه شويه، يعني البس مش على عدله التالي، البس اضغطت شويه. لو رسمتها تفهموها، هرسم لكم رجل نورمال ورجل اب نورمال وقولوا لي مين فيهم الاب نورمال. رسمت خط فيرتيكال من كعب الرجل، تلاقيه معدي في الصوابع، رجلنا كده. انما ده لو رسمت خط فيرتيكال كده يطلع بره الصوابع، لان الصوابع كلها مرحله ايه؟ ميديا. يعني البس اضغطت على التالي، البس اضغطت بالنسبه للتالي. اما الديفورميتي دي مش محطوطه في الاسم، عشان كده مشكله شويه. انا ما حد يجي يقرا تالي بس فاينو بارس هلاقي الوصف بتاعها سهل قوي زي الاسم. وبعدين في ميزه في التالي بس فاينو بارس دي، ان احنا شرحناها مره في الفاريكوز فين لما يبقى في فيناس الترا، وشرحناها مره في النيورو لما يبقى في كومن فيرونيال نيرف انجن، ودي ثالث مره بنشرحها. يعني ثالث مره بنشرح التالي بس فاينو بارس، بس دي كونجينيتال تالي بس فاينو بارس. الكونجينيتال تالي بس فاينو بارس تفرق عن الاثنين اللي خدناهم التانيين في عوجه الرجل دي. ان البس ادابتد على التالي، ان البس ادابتد على التالي. فاهمين؟ السؤال الجاي، طب هو الواد بيتولد كده بجد؟ اه بيتولد رجله معوجه كده. بص على الصوره. السؤال الجاي ليه؟ ما نعرفش. طب ما نسكح خير، هي دي واحد في القلب برضه، بس دي مور كومن ان ميلز، يعني هي واحد في القلب بس دي اكتر في الولاد. هو كونجينيتال هيب ديسلوكيشن اكتر في البنات، والتالي بس كوانو فارس في الولاد. ليه بقى؟ عشان الواد نازل بريش وعنده اوليجو هيدرامي، ودي عيال ايه؟ صقر. فالعيال السقطة اللي نازلة بريتش برزنتيشن دي وعليها اوليجو هيدرامينس، لو في ميل هيجي لها كونجينيتال هيد ديسلوكيشن، ولو ميل يجي له تالي بس فاينو بار. لازم يا دكتور؟ لا مش لازم، دي زيرو. مش عشان حاجة، الكمبيوتر بيقول ستاتيستيكالي كان نسبة البريتش برزنتيشن فيهم أكتر شوية. فاهمين أكتر؟ وطبعا ممكن بص الفاميلي هيستوري. أما حد يتولد أولاد رجله عاملة كده لازم اقلب وافحصه فول نيورولوجيكال اكزامينيشن، لا يكون الكومون بيرونيال نيرف مقطوع، ولا يكون الواد سيريبرال بولسي، او منينجو مايلوسين. فاهمين؟ فلازم فول نيورولوجيكال اكزامينيشن للولد، لا يكون سيريبرال بولسي، وده سباستيك، يعني ده الواد سباستيك. تعرفين السيريبرال بولس طبعا، مش مضطر اشرح انتوا عارفينه. مثلا ممكن يكون منينجو مايلوسين فعنده نيورولوجيكال ديفكت، ممكن يكون في كومن بيرونيال نيرف انجري، ما اعرفش. لازم العين يتفحص كل نيورولوجيكال اكزامينيشن. مش بس كده، في حرفه احنا متعلمينها من الاطفال، ان اي عيل عنده كونجينيتال انومالي لازم ادور على اذر كونجينيتال انوماليز فيه. يعني مثلا ما كان يجي لنا في الامتحان ديسكاس اي اس دي مثلا او بي اس دي، فاحنا كنا نقعد نقول بقى ايه، ان الواد ده اتولد بيشتكي من ديسنيا وساينوزيس. عارفين شويه الحاجات اللي في القلب ما عندهمش لا ديسنيا وساينوزيس، وممكن كحه يعني. وبعدين بنحط السماعه نسمع مرمر،
كل واحد بقى حط له مرمر كده بتطلع فرقه وسخه كده بره من فرقه فاهمني. بعدين بعد ما نخلص شويه الحاجات دي بالمرامر بتاعتها بنقعد نقول لهم بقى ولازم ادور على الاذر اسوشيتد انومال فاهمين. لا اجي اعمل انفستيجيشن اقول له انفستيجيت كذا واعمل ايكو واعمل كذا واعمل كذا وبعدين انفستيجيت الاسوشيتد انومالي وبعدين اكتب تريتمنت بتاع المرض كذا وكذا وكذا وبعدين تريتمنت الاسوشيتد انوماليز باي برايورتي وبعدين اكتب مورتاليتي واقول ان المورتاليتي بتبقى اعلى بوجود اذر اسوشيتد انومالي. الراجل يقعد بقى يروح معاك كده يروح معاك كده ايه ده انت مش شايف المرض اللي انا سالك عليه ده انت شايف الطفل نفسه نمرتك تتقل تخش في وزن العجل علميا صح؟ طبعا انا ما اعرفش الدكتور بعده ازاي عمالين طب المركز ازاي حتى كان في حاجه مشهوره اسمها دكتور ان يبقى في فيرتبرال انومالي وهنا انومالي تعرف بركة مين اللي شارك في هذه العمليات العلميه؟ اسمعي اسمعي سقف اولاد القباطات لانهم شاركوا في العمليات العلميه. مين يا اولاد ما سمعش عن باكترين ونجح في الاطفال كويس عارفين العيله رفعت ايديها دي؟ هتسمع السكريبت هتسمع مين؟ السؤال الجاي وانا همشي حصص المسالك لاولاد ان شاء الله يعني النهارده ان شاء الله كروماتولوجي في حصه هتشوف فيها كونجينيتال انومالي بتاع المسالك دي هخلص فيها البيدياتريك سيرجن يعني هبقى منبه عليك تجيب كتاب البيدياتريك معايا فاعمل الكونجينيتال انومالي بتاع المسالك واكمل الحصه بيدياتريك فاهماني؟ وبعدين بعد كده هعمل التيومر والانفلاميشن يعني فاهمين يعني هقسم على بال ما المسالك تخلص ان شاء الله نكون خلصنا كمان البيدياتري فاهمين فان شاء الله خير يعني يعني قربنا هنا هو هيبقى الحمل بعد كده الراس والله ولي الفضل طبعا انا ساكن كده ومش هاممني ليه هيبقى معظمكم خد راوند للدراسه وانا بشرح بقى يا لهوي هبقى متمتع الطلبه كلها عارفه كل حاجه دلوقتي يا اولاد العيال اللي عندها تالي بس فاينو بار العيال اللي عندها تالي بس فاينو بار مين اللي بياخد باله ان العيال عنده تالي بس فاينو بار؟ امه. طب هي امه غبيه ولا ذكيه؟ يا ارزاق يعني ممكن مثلا الولد يبقى امه دكتوره فمخها نظيف وذكيه وشاطره وهاديه وكويسه وانا بعمل كل اللي اقدر عليها فلو امه دكتوره اولاد ولقيت العيل مولود ايده رجله عامله كده هتعوز تروح للدكتور طبعا على طول فالدكتور بيعمل ايه يا اولاد؟ بيقعد يهدي الرجل بايده يعني يجيب دي مثلا يهدي دي كده بايده لغايه ما الرجل تبقى على استقامه واحده من انسجه طريه وبعدين يقوم عاملها ايفيرجن وبعدين يعمل لها دورس فليكشن يعني يعكس الديفورميتي وبعدين يحط بلاستر وبعدين يقول لها كل ما البلاستر ده يرخي تعالى فاهمني؟ مره كشف مره استشاره مره كشف ومره استشاره فاهمين؟ كل ثلاث اربع ايام كده يعدل الرجل ويغير البلاستر لغايه ما الواد يمشي. يا لهوي دي بتدفع فلوس كتير قوي يا دكتور. بس لو دكتوره هتوفر لك فلوس يعني هي هتعرف تعملها هي. طب النصيحه يا هو وبعدين لغايه ما الواد يمشي انتوا عارفين لو الواد مشي خلاص رجلك طيب لان انت تعبان فيه من هو ما لسه مولود فرجله هتتعدل ويمشي. ساعات الام اولاد تبقى مش دكتوره بقى فغبيه فالواد رجله عامله كده تقول لك انت الولد رجله غريبه يوم الواد يمشي اولاد على سيف رجله يعني مش ماشي على رجله زي العيال ماشي على سيف رجله
فممكن الام تقول يا لهوي الواد ده ماشي كده ليه؟ فتجيبه بقى للدكتور. ساعتها الدكتور ما يقدرش يعدلها في ايده لان الانسجه بقت انشف. لازم يبدل الواد ويعمل عمليه والاب هيدفع فلوس اكتر. فاهمين؟ ونقعد بقى نعمل ريليس انسجن في الانسجه. في الانسجه الميديال ولا لا؟ يعني هنعمل ريليس انسجن في الانسجه الايه؟ الميديال عشان رجلي تتعدل ايه؟ لاترال. فنقعد يقعدوا يقطعوا في الانسجه كده والليجامنتس وكونكتيف تيشو يقطعوا فيها عشان ترخي عشان يعدلها سيرجن. فاهمين يا ولاد؟ ساعات الام تبقى اغبى. يعني هتلاقي الواد ماشي على سيف رجله كده تقول لك الله الواد مدي ازاي؟ ماشي يا غريبة برضه. بعدين الواد كبر راح المدرسة فاصحابه قاعدين يتريقوا عليه. عارفين الأطفال الصغيرين أولاد ما بيفهموش. فاهمين؟ ممكن يتريقوا على بعض. فاكرين الولد اللي هو كان بيزف زميلته اللي شعرها أكرك؟ كانت زميلته شعرها أكرك فالتطيرة الشريطة بتقع فشعرها بيقع. هو كان بيعجب بيها وكان بيحس انها سبب زعافه بتاعت الحيطه فكان يقعد يمشي وراها يزفها وبتاع رغم انه ولد مؤدب ربه كل حاجه بس والله هو ما كانش كده ما كانش عارف يعني فالعيال الصغيرين اولاد بتسال يعني مش فاهمه واضحه لك فلما هو راح المدرسه اولاد العيال صحابه قعدوا يتريقوا عليه فراح للدكتور انت عارفين ساعتها الدكتور ما عرفش يعمل حاجه لازم يفك المفصل كله ويطلع التيلس والتيبيا والفيبلا والكالكينيوس ويقعد يعيد ترتيب العظم وينحته ويعمل له ري شيبنج ازاي ما هو مش عارف ينحته ويعمل له ري شيبنج فاهمني ويركب العظم ببعضه بحيث انه يعدل الرجل بس هيعمل المفصل ارثروديسيس خلاص المفصل هيثبت يعني الواد ده لما هيمشي بس لما يكبر ما عرفش يشتغل غواص لان كل اصحابه هيبقوا بيعوموا كده الا هو هيبقى بيعوم يحدف منه كل شويه يروح يبقى من ورا مش عارف يشتغل غواص لان احنا عملنا له ارسل فاهمين يا ولاد؟ فبيعملوا له كوريكت بوستيوتوم وارسل فاهمين يا ولاد؟ لا فدي حاجة اسمها congenital talibus coinovirus. congenital hip dislocation written, congenital talibus coinovirus written, الفيرسس ديزيز مشطوب. طبعا انا كنت شرحت لكم بيوبيتاس فالجاس وبيوبيتاس فارس صح؟ وقلت لكم ان اكتر حاجه فراكشرز اراوند ذا البو زي السوبرا كوندايلر فراكشر وان اللي اكتر ستاتستيكال الفيروس لكن اللي بتعمل ديليت ان نيورايتس الفالجاس ودي مش كويس طبعا شرحت لكم كمان الكوكسا وقلت لكم كيوبيتاس ده مفصل الكوع لكن مفصل الهيب اسمه كوكسا وان العالي اللي عنده فراكشر نيك فيمر اكسترا كابسولا ممكن الزوايا تتغير تحدف لبره فيقولوا عليها كوكسا فالجا او تحدف لجوه فيقولوا عليها كوكسا فيرا وقلت لكم ان الفراكشر نيك فيمر انترا كابسولار واكسترا كابسولار وان مشكله الانترا كابسولار فراكشر افاسكولار نكروز لكن مشكله الاكسترا كابسولار فراكشر ماليونيو مش افاسكولار نكروز وساعتها دي المناسبه اللي قلت لكم ان مفصل الهيب اسمه كوكسا فلو حدف لبره يبقى كوكسا فالجا حدف لجوه يبقى كوكسا ايه بارا قلت لكم ان فالجا يعني فالجر زي فالجر كده نعم دي فالجا فيرا يعني ايه لجوه وان حدفه اللمب غير الزاويه يعني اللمب لما تحدف لجوه يبقى الزاويه لبره لكن اللمب لما تحدف لبره يبقى الزاويه جوه فاهمين واضحه كوكسا وكيرتس كلام باللاتيني كلام واحد يضايق واحد بدل ما تقول له الكوع قول له كيوبيتس بدل ما تقول له الهيب قول له كوكسا
فاهمين بيضايقك بيضايقك بس هو كلام فاضي كله كلام فاضي. البرسس مشطوب جينيو اللي هو الركبة جينيو ده اللي هو الركبة يا ولاد جينيو بالجام وجينيو فارم ده اللي هو فكرة النيه اللوك دي نيه او النيه مفتوحة عايزكم تاخدوا بالكم من الرسومات يعني جينيو بالجام ده هتلاقي الركب بتخبط في بعض جينيو فارم دي يعني مفتوحة الوافرة فاهمين؟ جينو لوك ركبة قولوا لي مفصل الفيوبيتاس فوكسا جينيو يوبيتاس بوكسا جينو كم اتم يعني فاهمين الفاظ بس السؤال الجاي طب وحكايه الركب دي بتحصل امتى بالذات العيال الصغيرين في الركتس العيال عندها ركتس تلاقي ركبهم لازقين في بعض عظمهم قوس فاهمين ولا ولعلمكم علاجهم كونزرفر ما عملوكش حاجه هو الواد انت صلح له الركتس اللي عنده وهو كل ما يطول عظمه بيعدل فما بتدخلش في كوركت الاوستيوتو ابدا الا في السيفير كيسز فاهمين يا انما غير كده العيال بتصلح نفسها العيال بتصلح نفسها فاهمين فالموضوع ده احب ان انت تقراه كده اسمها انفلات فوت انفلات فوت دي ممكن يحصل جنراليز ميزينكايمال ويكنس فالبس البس تبقى بلانس فاهمني البس تبقى بلانس فلات فاهمني يا ممكن يبقى سوفت تيشو فلات فود وممكن يبقى عظم مشكله في العظم مين اللي اخف سوفت تيشو فلات فود الموضوع له علاقه بايه بقى سمعنا عضله اسمها فيرونياس لونجس دي بتبقى ماسكه في الفيبولا في عضلات في رجلك اسمها فرونيال اسمها ايه؟ فرونيال واحدة لونجس واحدة شورتس ففي فرونياس لونجس وفرونياس ايه؟ شورتس بريبس اللونجس دي بتيجي من اللاترال لغاية الميديا فهي اللي بتعمل الارشوف زفوف طب فضل العضلة دي لوز وريدندنت وريزيستنت فور ايديوكيشن الرجل تريح فاهمين يا طب هو اللي عنده فلات فود ده يعني بيبقى مبسوط ليه؟ ليش ورا الله طب ما انتوا هيدينا هم طب سؤالي جاي طب ليه ما بياخدوش في الجيش؟ هو بيتعب ما يعرفش يقف كتير رجليه بتوجع بجد فاهمين؟ فهو بيتعب في الوقوف وبيتعب في الطوابير وبتاع طب هما انت بنتحال على الحكايه دي ازاي؟ بالجزم الطبيه ان احنا نجيب جزم الفرشة بتاعتها عالية من هنا فتعمل كرييشن لكافيتي صغير كده يبقى بيقلد الرجل النورمال فاهمني؟ بس عشان يبقى في مرونة كده زي المساعدين فاهمين هذا ولا لا؟ يعني اقراها على طول لا 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 ناخد الافلام بقى هناخد الافلام بتاعت الهيومر وبعدين اخش اقفلها عشان ما تزهقوش وبعد تحبوا ناخد البريك بعد الافلام ولا ناخد البريك بعد ما اخلص تقفيل الافلام لا بعد ما اخلص بعد الافلام ايه رايكم نتفق اتفاق ناخد الافلام ورا بعض والبريك وبعدين ناخد بريك وبعدين اخش ايه رايكم عشان يبقى الصور الافلام كلها على بعضها هتبقى ساعه فناخد 3:30 بريك من 3:30 ل4 بريك وبعدين نخش ساعه زمن نخلص ونمشي 5:30 ولا حاجه يا لهوي يعني هو بسرعه كان عايز يخلص
طبعا البنت تمر في الموضوعات المهمه، يعني انا مثلا مش هقول لكم قد ايه موضوع زي موضوع الاخت الرحومه والاخت المرحومه من الموضوعات المهمه قوي. الاخت الرحومه الاخت المرحومه الايه؟ طبعا في بعض الاورام البنايه زي السندروما والاوستيوما والاوستيوكوندروما، طبعا يعني حاجات كتيره قوي مشهوره عنها. يعني مثلا مشهور قوي ان الاوستيوما دي بناين تيومر بتاع العظم وما بيقلبش مالجنان، ومشكلته كلها يا بروزموتيك ديسفيجرمنت، يا اما ان هو ضغط على حاجه مثلا ضغط على عين زيها بره عامل بروبيتوزيس في ساينس وعامل سايلاسايتس. لكن هو موضوع يعني مش عالي قوي في اهميته، لان زي ما انتم شايفين كده موضوع زي الاوستيوما كده علاجها بس ان احنا بنكونزرف ما بنعملش حاجه او بنعملها شيزين بنشيلها بيه، اللي هو زي ما بيقولوا بيأزلوها بالازميل، يعني بنشيلها بالازميل. وهي حتى يعني بتكبر طول ما احنا بنكبر، نبطل نكبر تبطل تكبر هي كمان. فموضوع زي الاوستيوما تلاقوا اهميته مش عاليه قوي في الشرح. يعني من الحاجات برضو الاورام الثانيه الحميده الكوندروما. الكوندروما بتكتسب اهميتها يمكن من انها ممكن تقلب ماليجنا، تقلب كوندروساركوما، عشان كده بيفضل دايما في الكوندروما ان احنا نشيلها. ساعات تحصل على لونج بون في لونج بون، ساعات تحصل في شورت بون، ساعات تحصل في فلات بون، يعني بالبلدي تحصل في اي بون. ساعات تحصل جوه العظمه، ساعات تحصل بره العظمه، يعني تحصل في حته. ثم اقول لك لو تحصل جوه العظمه يقولوا عليها ايه كوندروما، تحصل بره العظمه يقولوا عليها ايه كوندروما. هي احسن حاجه انها تتشال لانها بريكاست نملاش يزيد. يمكن الكوندروما الوحيده اللي ما بتقلبش مالجنا الانكوندروما بتاعت الشورت بون في الاطفال. نبص عليها كده غير في الاكس راي، هي دي الانكوندروما بتاعت الشورت بون في الاطفال، دي الوحيده اللي ما بتقلبش مالجنا. يمكن الكوندروما بتاخد اهميتها شويه عشان حكايه البوسيبيليتي اوف مالجنس دي. حاجه ثانيه احيانا تلاقوا فيه يعني واحد عنده مالتيبل كوندروماتوزيس، يعني كذا كوندروما في حتت في جسمه، حاجه بيقولوا عليها اولير ديزيز. على فكره مرض اولاد ربنا ما يبتلي حد بيه، لانه بيعمل سكليتال ديفورمتي، يعني بيأثر على النمو العظم بطرق مختلفه، فتلاقي العيان ديفورمد زي ما تكون رايح مثلا تتجوز، فتلاقي العروسة داخلك مطبق كده وعامل كده وبتاع ورجل اقصر من رجله وطالع له بضبيز وبتاع، حتى انت يبقى عندك مشكله جامده ومش عارف تتجوز اخت ولا لا. يعني بص انا هقول لك حاجه، لو حلوه توكل على الله اتجوز، لان المرض يعني مش فاميليا انه بيتورث، ده مرض اسمه كبير. لو الامور ماشيه كويس توكل على الله. ما اعتقدش ان موضوع الاوستيوما والكوندروما يعني يحتاجوا القاء ضوء اكتر من كده، هو ده حجمهم. يعني في موضوع تاني اللي هو بيقولوا عليه اوستيوكوندروما، ده بيقولوا عليه ان هو مشروم او عش الغراب، اللي هو ورم يحصل في اطراف العظم عند المتافس عند الابيفيزيال بليت، بتلاقوا حته عظمه ستيك كده عليها كاب اوف كارتن، بيقول لك ممكن واحده فوق واحده تحت يكبروا في اتجاه بعض، يعني زي ما تقولوا كده بيبصبصوا لبعض وبعدين يشاوروا لبعض ويروحوا يتقابلوا، فبيتقابلوا في نص السكه في الدايافيسز. يعني يقول لك شكلها منها كده منفوشه من فوق وبتاع شبه عش الغراب. طبعا ممكن تأذي العضلات اللي تحتها، عشان كده بنشيلها بالشيزل، نعمل لها شيزلنج بنشيلها، بس يستحسن
ناخد بالنا لو لسه الانفجال بريك ما قفلش، لو الانفجال بريك ما قفلش والعرق دي في الشيزن ممكن ده اثر على النمو العظمى لحد كبير يعني. وصلات هو هو دي معظم البناين تيومرز في العظم وهي لا تتحمل اكتر من كده، عشان كده بيبقى تركيزنا ميلي في البون تيومرز على المالجنال بون تيومرز بالذات الاوستيوبلاستوما والاوستيوساركوما. وممكن نعرف شويه في الايوينج على استحياء يعني. احنا دلوقتي يا راجل هنتكلم على موضوع المالجنانت تيومرز اوف ذا بون. طبعا احنا لو بصينا على العظمه هنلاقي فيه ابيفيسز وميتافيسز ودافيسز. احنا هنتكلم على ورم في الابيفيسز اسمه اوستوبلاستوما، ورم في الميتافيسز اسمه اوستوساركوما، ورم في الديافيسز اسمه ايوينج ساركوما. طبعا الاوستوكلاستوما باينه من اسمها ان هي السيل اوف اوريجن من الاوستوكلاست، ولو ان في ناس بتشكك في السيل اوف اوريجن دي دلوقتي بتقول انها مش جايه من الاوستوكلاست ولا حاجه، وان كلمه اوستوكلاستوما ده اسمه غلط، وان الاسم الافضل ليه دلوقتي جاينت سيلفيوم، لان احنا مش قادرين نعرف اكزاكتلي السيل اوف اوريجن. طبعا الورم ده بيحصل في الابيفيسز، يقول لك دايما بيحصل اراوند ذا ني واواي فروم ذا البو. نفهم الكلمه اكتر، اراوند ذا ني يعني في اللور اند اوف ذا فيمر او الابر اند اوف ذا فيمر، اواي فروم ذا البو يعني في الابر اند اوف ذا هيومرس او اللور اند اوف ذا هيومرس. هو ده كلمه اراوند ذا ني واواي فروم ذا البو. طيب هو الاوستوكلاستوما لما بيحصل في الابيفيسز بيعمل ايه في الابيفيسز؟ ورم الاكسبانشن، اكسبانشن ولا انفلتريشن؟ لا اكسبانشن. هو الورم ده في ناس بتعتبره بناين وفي ناس بتعتبره لوكالي مالجنانت، لان لما بيشلوه بيرجع تاني، فهو بيكبر اولاد في الحقيقه بالاكسبانشن، يعني بينفخ الابيفيسز بتاع العظم. شايفين عاد بيفوخ الابيفيسز بتاع العظم ازاي؟ تعرفين بتاع الفطير لما يجي يرمي العجين كده عشان يعمل الفطيره تلاقوا العجينه بتكبر وترق؟ نفس الحكايه يا اولاد، هتلاقوا الابيفيسز بتكبر وترق ومن جوه تبقى عامله زي السفنجه ترابيكيوليتنج، زي السفنجه او زي الشبكه، ودي مشكله لان العظمه هتبقى رقيقه قوي وانسبورتد من جوه، يعني من بره رقيقه قوي قوي واكسباندد قوي، ومن جوه انسبورتد لان العظمه من جوه متكسره وترابيكيوليت. طب هي هتشد العظمه بس؟ لا، وهتشد الابيفيزيال بليت او الابيفيزيال كارتج، تشده 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 تقوم كسره. بص على ده على رسمه، شايفين الابيفيسز منفوخه، شايفين الابيفيزيال كارتلج اتكسر، لكن الورم مفصول عن البون مارو بالميتافيسز، يعني يفضل الورم سيباريتد من البون مارو بالميتافيسز. ده حتى الحكايه دي بيقولوا عليها في الاكس راي ان دولار بلاد، يعني الورم يا ولاد ما يخشش البون مارو كافيتي، الورم بيفضل سيباريتد من البول مارو بالميتافيسز. طب هو العيان اللي عنده اوستوكلاستوما ده هيشتكي من ايه؟ نقول بينه سوالينج ديستربانس اوف فانكشن، بعدين نفكر مين اللي سوالينج. هيشتكي من سوالينج في اللور بارت اوف ذا ني اوف ذا فيمر عند الني مثلا، وبيكبر بيكبر بيكبر بيعمل اكسبانشن، لكن مفيش بين، ودي مشكله. تعرفين يا اولاد البين از ذا موست ديستريسنج سيمتوم. تعرفين العيال لو لقى الورم ما بيوجعوش
غالبا مش هيجي للدكتور، وهنلاقي ان العيان هيفضل ساكت على نفسه لغايه ما العظمه تتكسر. عشان كده تلاقوا البريزنتيشن بتاع الاوستيوبلاستوما عاده باثولوجيكال فراكشر، لان الورم بيلس. يعني هنلاقي سويلنج والسكين ستريتشد، لكن العظم الورم سموث. بس لما نتك عليها ولاد في السايند، ودي كلمه مهمه جدا جدا في اللوكال اكزامينشن، الاقيه بيدي حاجه اسمها ايج شيل كراكلينج سنسيشن، زي البيضه ما تتكسر، يدي حاجه اسمها ايج شيل كراكلينج سنسيشن. اشمعنى؟ ما انا لسه قايل في الباثولوجي العظم رقيق قوي يا ولاد، وان سبورتد من جوه، هش هش بيتكسر، ولان الورم ما بيوجعش فالعيان بتاع الاوستوبلاستوما عاده يجي باثولوجيكال فراكشر. طب بنشخص الورم ازاي يا ولاد؟ بنشخص الورم بالاكس راي. عايزكم تبصوا يا ولاد على الاكس راي، شايفين منظر الصوب بابل ابييرنس؟ عايزكم تبصوا على رسمه ليها في نفس الوقت عشان تفهموا الاكس راي. شايفين منظر فرعيه الصابون؟ طبعا الورم ما بيخشش على البون مارو، بيفضل سيبريتد من البون مارو اللي هو بالحته اللي بيقولوا عليها مدلر الوان. طب فضل ان انا عملت اكس راي وشخصت ان انا عندي اوستوكلاستوما، هعالجه ازاي؟ علاج الاوستوكلاستوما ثلاث عظمات، عظمه مهمه، عظمه مش مهمه، عظمه ما اقدرش اوصل لها. عظمة مهمة، عظمة مش مهمة، عظمة ما اقدرش اوصلها. نشوف الثلاث عظمات على الشاشة ولا؟ عظمة مش مهمة زي الفيديو، ما دي عظمة ما بضعفش عليها. عظمة مهمة زي التيبيا والجرين بون. عظمة ما اقدرش اوصلها زي البلفس، لان البلفس جوه وهيدن وفيسرا كتير. بس لقيت لها عظمه مش مهمه زي الفيبلا، اقطعها، شيل الحته اللي فيها الورم. لو عظمه مش مهمه زي التيبيا، عظمه مهمه زي التيبيا، بنكحت الورم، كيرت كيرت، بفتح الورم واكحته لغايه ما يفضل. انتوا عارفين بعد ما اكحت الورم بردم الكافيتي ببون شيبس. انتوا عارفين يا اولاد لو عظمه ما اقدرش اوصلها زي البلفس كده، بنعمل عليها الريديشن. يعني هما ثلاث عظمات، عظمه مهمه، عظمه مش مهمه، عظمه ما اقدرش اوصلها. كده يبقى احنا القينا الضوء على الاوستوكلاستوما، ونقدر ببساطه من خلال معلوماتنا في الاوستوكلاستوما نقارن بين الاوستوكلاستوما والاوستوساركوما. يعني مثلا احنا قلنا ان الاوستوكلاستوما بتحصل من الاوستوكلاست، الاوستوساركوما بتحصل من الاوستيوبلاست. يعني السيل اوف اوريجين الاوستيوبلاست اللي هي الخلايا اللي بتعمل العظم اللي هي الاوستيوبلاست. طب هي بتحصل فين؟ في الميتافيسيس، مش في الابيفيس زي الاوستوكلاستوما، بتحصل في الميتافيسيس. طيب هي بتحصل فين؟ اراوند ذا ني واواي فروم ذا الكو. 80% من الحالات around the knee و away from the knee. طيب الاوستوكلاستوما احنا بنبص لها، الاوستوساركوما بنبص لها زي الاوستوكلاستوما على انها لوكالي مالجنت؟ لا طبعا، الاوستوساركوما هايلي مالجنت. والمين لاين اوف سبريد فيها بلاد الساركوما. عارفين ولاد معظم الساركوما تظهر في السن الصغير، والمين لاين اوف سبريد فيها بلاد وباب بروجنوز. يمكن الحاجه اللي احب اوضحها برضو ان الاوستوساركوما ساعات تحصل في سن كبير شويه لما بتيجي اون توب اوف باجي ديزيز اوف ذا بون. عارفين ساعات راجل الناس لما بتعجز بيبقى عظمها موزايكو، حاجه بيقولوا عليها باجي ديزيز اوف ذا بون، ساعتها الاوستوساركوما ممكن تحصل في الاولد ايج. لكن الاوستوساركوما عاده في السن الصغير،
طب هو القصه الكوما اللي هي بتحصل في السن الصغير ده بتحصل في منطقه الايه الميتافيسيس. نبص كده يا اولاد القصه الكوما هتاكل البومر وما طبعا الورم الخبيث اولاد برينس يحب الدم. انتوا عارفين القصه الكوما اول ما تلاقي منظر البومر والبري باسكولار هتاكله طبعا على طول، لكن ما تروحش على الابيفيزيال كارتريج. الورم الخبيث برينس يحب الدم يحب الاكل، ما يروحش على الكارتريج. الكارتريج ابسط، هتلاقي الورم الاولاد زي ما انتوا شايفين نازل على البومر لكن ما يطلعش ياكل الكارتريج. انتوا عارفين بعد شويه يزق البريوستيوم. انت عارفين ليه الاولاد طالع يزق البريوستيوم؟ هو مش عارف ياكل البريوستيوم بسهوله، هو بيبصبص للعضلات. الورم نفسه في العضله، العضلات فاسكولار بس حايش بينه وبين العضله البريوستيوم، وكان بينه وبين العضله محرم اللي هو البريوستيوم. قاعد هو يبصبص للعضلات يزق البريوستيوم وفجاه يوم واكل البريوستيوم وطالع واكل العضلات. ورم اجريسيف جدا يا ولاد. طبعا تحت الميكروسكوب بنلاقي بقى اللي هو المالجنانت سبيندل سيل وراوند سيل واوستيو بلاست وجاو وشويه جاينت سيل وبلاد فيسل. طب العيان اللي عنده قصه كوما ده بيشتكي من ايه؟ نحط بينه سويلنج وديستربنس فانكشن وبعدين نفكر هو الورم ده بينفل قبل. ولان الورم ده بينفل يا اولاد ما يجيش بباثولوجيكال فراكشر كتير. البين بيجيب العيان دايما بدري قبل ما يجي الباثولوجيكال فراكشر، عشان كده دايما العيان يجي بين وسوالين. لكن الباثولوجيكال فراكشر مش كومن زي الاوستيوكلاستوما. الاوستيوكلاستوما كلها بينلس، بيبقى المين بروبلم باثولوجيكال فراكشر. طب العيان اولاد اللي عنده اوستيوكلاستوما دوت لما بفحصه بلاقي سوالنج طبعا في نفس المناطق الكومن سايد بتاعته، بس السيرفيس بتاعه الريجولار طبعا الورم خبيث وانفلتريتنج الانسجه والجلد عليه دايليتد فيسل اتس فيري اجريسيف مالجنس. عارفين علاج كل ما كان مور اجريسيف كل ما كان الدايليتد فيسل اوضح واكثر. يعني ساعات ياكل الجلد اولاد ويطلع بره يعني الانفريشن. طب هو العيان دوت لو جيت اعمل له اكس راي بلاقي ايه؟ بلاقي حاجه ظريفه جدا اسمها سار راي ابيرنس. بص يا جدع على الاكس راي، شايفين السار راي ابيرنس؟ عايز قرات تبص على رسمه، شايفين الورم في الرسمه؟ ساعات بيرسب عظم كده تحت البريوستيوم لما يترفع البريوستيوم بيقولوا عليها كوزمان تراينجل. يعني احنا بنلاقي صار ري ابيرنس وكود ما انت رايح. هو دول اكتر حاجتين اولاد الطلبه بتفتكرها، بس انا عايزكم تفتكروا حاجه ثانيه ظريفه قوي. ساعات القصه الكوما تاكل العظمه، وساعات القصه الكوما ترسب عظمه. عشان كده اقول لك القصه الكوما ساعات تبقى اوستيوجينيك وساعات تبقى اوستيوجينيك قصه الكوما. الاوستيوجينيك قصه الكوما تاكل عظمه. الاوستيوجينيك اوستيوساركوما ترسب عظم. هاويفر العظمتين لايبل للباثولوجيكال فراكشر. اوعى تفتكروا ان ترسيب الكالسيوم يقوي العظم، لا ده كالسيوم مش بون ماتريكس وبروتين، ده كالسيوم بس عظم هش هش بيتكسر. عشان كده اولاد يقول لك احنا بنقسم الاوستيوساركوما نوعين اوستيوجينيك واوستيوجينيك. طيب ازاي نعالج عيان عنده اوستيوساركوما؟ بيعملوا امبيتيشن الامريكان فرنش سكول، بيعملوا امبيتيشن وندي كيموثيرابي. لو فيري ايرلي الكلام الجديد ان احنا ممكن نشيل العظمه ونحط بروسيس وندي كيموثيرابي. كده يبقى احنا القينا الضوء على الاوستيوساركوما وحاولنا نوجد العلاقه والفروق بينها وبين الاوستيوكلاستوما. بيبقى لنا ورم صغير كده اسمه ايونج تيومر. هو صغير اولاد في الداتا بتاعته
انما فيري مالجنت فيري مالجنت وبيجي في سن صغير اولاد وشبه الاوستيومايلايتس جدا جدا لدرجة ان انا متوقع ان اول عيان تشوفوه ايوينج ولو ان ده حاجة رير قوي يعني ما حدش هيشوفه عيان ايوينج اذا كان بيشتغل بالطب جامد يعني يعني واحد بتاع عظم وجامد كمان يعني اول عيان ايوينج هتشوفه سهل قوي ان انت تشخص الاوستيومايلايتس الورم يا اولاد شبه الاوستيومايلايتس جدا بين جامد جدا وكونجيشن والمنطقة ريد وهوت وتندر شبه الاوستيومايلايتس يمكن اقوى ديفرنشال دايجنوست لايوينج هو الاوستيومايلايتس بس تاخد بالنا من حاجه انه بيجي في نص العظمه الاوستيومايلايتس دايما يجي في الميتافيسس لكن الايوينج بيجي في الدايافيسس اني هاو هو يمكن الملخص الايوينج ان احنا نفتكر كلمه دايافيسس لانه بيحصل في الدايافيسس بتاع العظمه كلمة وردة وبصلة ووردة وبصلة ومخ هو ايه وردة وبصلة ومخ دي يعني اصل هو الورم بيحصل من الاندوثيليال سيلز بتاعت البومر وبيحصل في الدافس لما بيكبر قوي كده بيبقى ماكروسكوبيكالي شبه المخ شبه البرين لايك يعني عشان كده اقول لك ان شكله ماكروسكوبيكالي مخ لكن لو خدت منه عينه وفحصتها تحت الميكروسكوب مايكروسكوبيكالي تلاقي الخلايا مترتبه حوالين البلاد فيسل شبه الورده يعني هو ماكروسكوبيكالي مخ مايكروسكوبيكالي ورده الخلايا تبقى مترتبه جوه شبه الورده بس ورده مالجنه التاوى ولا يعني فيري مالجنه تبعت ميتاستس وفيتال العيان ده طبعا بيجينا بسويلنج في نص العظمة وريد وهوت وتندر وسويل وسوارين وبينفل والريجلر وسهل ان يعمل ميتاستس والظريف جدا انه بيعمل انفلون ميتاستس ودي بيهيبير مش كومن او في الساركوما الساركوما دايما تعمل بلاد ميتاستس ده يعمل بلاد ولينفلون ميتاستس من الحاجات المميزة على فكرة في الايو لما بنيجي نعمل اكس راي بلاقي نص العظمه لامينيتد عامله زي البصله المقطوعه انت عارفين البصله بتبقى لامينيتد كده لا في نص العظمه ولامينيتد يقول لك منظرها اونيون بيل ابييرنس علاجها امبيوتيشن كدي بالكينج وكيمو راديو ثيرابي دي بالكينج يعني نشيل منه على قد ما نقدر يعني وندي كيمو ثيرابي وراديشن اعتقد بكده ان احنا نقول ان شاء الله يعني القينا الضوء على معظم ما يخص الايوينج ساركوما والاوستوساركوما والاوستوبلاستوما ونكون بكده تقريبا يعني وفينا معظم الكلام اللي انت محتاجه عن التيومرز تستارت ويز عشان تبدا بقى المذاكره وتنطلق وتاخد سكتك الى عنان السماء جدا دلوقتي يا جماعه احنا عايزين